نكملوا محمد على الأشجار. التعويضات ها موجودين، الأشجار اللي عرضتهم للدولة أول مرة الملف اللي عرضتهم للدولة هون بالتدقيق، المتر تاع التراب والشجر اللي قلبهم لي. أنا ما كنتش حاضر، الجيران اللي كانوا حاضرين هما اللي بقوا لي أسمي وحسبوا لي الزر، أقسموا بالله أقسموا بالله ما كنت حاضر. وربي لا شاهد اليوم الأخير. الجيران المركا اللي حدوا معايا المركا اللي قلبهم لي. اللي مش مسألة عنه. هاي مكتوبة على داك هنا 1990؟ هاي أنا مين كونسيدير لخدمة الطريق الميدان. إيه لا أدي لازم متوفرين. شحال عطاو لك على الشجرة؟ الشجرة تعوض لي ب 22000، 22000 الشجرة تجيب الغلة تعوض لي ب 22000. الشجرة تدير زوج ملايين، زوج ملايين وقليل الشجرة تخدم عليا. كاينة 188 شجرة اللي قلعتها لي الطريق. هذا عوضوها لي ب 22000 ولا 23000. سجرة تدير زوج ملايين بالأقل تخدم عليا تجيب الغلي عوضها لي ب 22، بابنيار تسوى أكثر، بابنيار تدير 35 و 40000 خلاف التعب تاعها وخلاف هاد الشجر. شحال عندك شحال عندك مدة ملي غرستهم نتاع؟ كانت عندي حوالي فايتة 10 سنين من غرستهم الشجرة. يعوضوا لك 22000؟ 22 ولا 23 صافي. بابنيار بابنيار تسوى أكثر، مولا بير حسين هي غرست تسوى أكثر من 35000 و 40000 يشريها نصو باهي يغرسها هذه. والارض عوضوا لك؟ الارض عوضوا لي ثاني متر تراب شوف مثلا 2500 ولا 3000 تاع تراب للمتر. هذه مش كان يقبلها 20 دينار يعني؟ هذه من يقبلها كان يحسبها ثمنها تاع التراب تاع التعويضه تاع التراب. اليوم صبحوا متعدين على الملاك تاعي هذو بالقاده اخر شرطي واخر درتي يمثلوا قانون باه يحموا المواطن. صبحوا يديروا بالجريمات ومخالفه القانون بالادله وعين الاختبار والدائره تعتبرت كامل تعرف، واداريين الدخل الكامل راهم عارفين ومتمشون معايا بطرق غامضه. ما فهمت انا واش بي واش بي يخرجوني قبل الناس ويعاقبوني، يعني مستعد للقانون ما نهربوش من القانون وما نهربوش من الرجاله اللي يعرفوا قيمه المسؤوليه. صح الناس هذو ما عرفتش كيف نسميهم، ولحقتهم للعداله، لحقتهم للرئيس المحكمه، لحقتهم النائب العام بالادله اللي يثبت الماده 33 هو اللي يفرض النيابه العامه. هاي ورا الماده 33 اللي يفرض للنيابه العامه والقضاء تحت اشرافه. وطلبت من المقابله الوطني لجنه للتحقيق لعين المكان بجميع المعاينات. ما كاش والو. انا الادله اللي تثبت الثانية ثانية تاع حقوق الإنسان، درت تقرير حقوق الإنسان هو الرأي هنا. قال لي اتصل للوزير العدل، لأن عدد من الرسالات اللي جاتهم الوزير العدل، الرئيس المحكمة، الرئيس الجمهورية، رسالات اللي جاتها تقريرات عدد فوق الإجراءات هذه. شوف شحال من التقريرات فينا، قريب 60 تقرير اللي درتها. أيوا اللي دايرها هذوك فوتوكوبي تاع الروتور اللي ولاو لي اللي شدوا الادله. هذه وزاره العدل، الوزير العدل، رئيس الجمهوريه، حقوق الانسان، اللجنه المفتشيه العامه، الوزير العدل، النائب العام، كاع درتهم التقريرات. ما درت في تابلا والسلطه في تابلا درت لهم تقريرات معينين هم ثم بالادله اللي تثبت. هنا كاين غير يواجهوا بيا غير جاو يقولوا لي محفوظه، ما نقراو في الجامعه بيقولوا لي محفوظه، ما نعرفش نقراو في الجامعه بيقولوا لي محفوظه. يا سافي شغل تاع العباد كيف ما كان معايا بطرق غامضه. نعم. راك عندك بلا حساب شغل رانا في الارشيف. لا شوف ها اليوم كاش ما قبل في المدرسة القوانين بعض القضاة وموظفين يحقوا هي بالنسبة تاعهم اللي يقولوا هما اللي زوروا في وقت هما شكون اللي يحكموا هما لما نسول ربي ربي ياخذ الحق. كاين ربي ربي راه ياخذ الحق بالتحقيق والحمد لله. يعني كل وحده راهي مجموعه من الاوراق. ايه بالتدقيق راه كتبتها بالترتيب بالتدقيق. رام دي بابي يعني نشوف.
ردوا لك هذا عبد محمد اللي دار لهم كاع ردوا لك؟ ردوا لي ها هما هنا شكون اللي رجع لي؟ واش يقولوا لك؟ رجع لي تحقق الانسان هذا ها واش يقولوا لك؟ عم بحثوا النائب العام فين شوف 454 نمرو تاع الملك هذا من الوزاري بحثوا يقول انا بعثنا النائب العام ها هو الوراء 454 بس اسمح لي شوف كاينه 4625 الملك كاينه 1326 هذو الاخرين قال لي ما الملف كاش والو لا تحقيق لا مراقبه هذو كي غادي يمثلوا قانون الشرطه والدركي يستعمروني يعني انا حسيت بروحي بلادي في فلسطين مانيش في بلادي تبع حطيتها وزير العزاين حطيتها بس تروح وزير العزاين هي الأفلا من أنت تقرير به هذا المحاضرة اللي يقولي أنا محفوظة ها مثلا وأنا جد من الحرف الباطل بان طيب هذوك محاضرة تاع نوال جمال وبو مواز من يقبلك ومن يمثل القانون هما مسؤولين الأولين الضابط السلطة القضائية وقاضي التحقيق ما يغلقوش الملف قبل ضرورة التحقيق ما يغلقوش الملف حتى المينو بالهم هما المسؤولين الاولين في البلاد اما لا لا سمحوا غالقين الملفات بطرق غامضه مانيش عارف علاه باغي يستولوني على الابلاغ التوعيه بالادله القبض باعي الاعتبار